قال الرئيس السيسي إن مصر بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة، مشيرا إلى تقديم مصر مساعدات إغاثية عاجلة للسودان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني. فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة. كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية. وأود أن أؤكد هنا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة. كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية